ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحمد الله إليكم جل جلاله، وأصلي وأسلم معكم على النبي وآله. الحمد لله الذي رفع السماء عن الأرض بلا عمد. الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ما زلنا نتحدث حول الفعل المضارع، وما زلنا نتحدث حول أداة النصب، لأننا نكرر أن المضارع ينصب متى سبقه أداة نصب، كما أخذنا في الحصة الماضية أداة النصب أن ولن، ويجزم إذا سبقه أداة جزم، وإذا لم يسبق بأداة نصب ولا بأداة جزم مضارع فقط فيكون مضارعا مرفوعا. نكمل باقي أدوات نصب المضارع. أخذنا قبل ذلك من أدوات نصب المضارع أن وكذلك لن. في هذا اللقاء نأخذ إذن وكيف. فمن أدوات نصب المضارع إذن، وتكتب هكذا، ولا بد أن تكون في أول الجملة، تكون في أول الجملة، وتكون متصلة بالمضارع، ويكون المضارع بعدها مستقبلا. خلاصة القول أن إذا زائد فعل مضارع، إذا زائد مضارع، فيكون مضارعا منصوب بهذه الشروط، ولكن نركز فقط على إذا، وبعدها مضارع هذا يكفي في المرحلة الأولى. تقول إذا أكرمك لمن قال سأزورك. كيف تطبق هذا الفعل؟ تقول أكرمك ولا أكرمك ولا أكرمك. طالما أنه ذاك أداة نصب وهي إذا، وأتت في أول الجملة، والفعل بعدها في المستقبل، معنى ذلك أن إذا عاملة والمضارع بعدها منصوب، فالترتيب إذا أكرمك، أداة النصب إذا والمضارع منصوب أكرمك. كيف نعرف الجملة؟ نقول إذا أداة نصب وأكرم مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفعل مستتر تقديره أنا، والكاف في محل نصب مفعول به. فكلمة أكرمك فعل وفاعل مستتر ومفعول به، اللي هو الكاف التي هي الضمير. ولكننا لاحظنا أن إذا جاءت في أول الجملة، ولاحظنا أن إذا متصلة بالمضارع، ليس هناك فاصل، لم يقل إذا سوف أو إذا سا، وإنما قال إذا أكرمك، فإذا اتصلت بالمضارع مباشرة. الكرم يكون في المستقبل، وبالتالي توفرت الشروط، فتصدرت إذا الفعل بعدها في المستقبل، ولم يفصل بين إذا والمضارع بأي فاصل من الفواصل. إذا من أدوات نصب المضارع إذا. إذا أخذنا الآن أن ولن وإذا، أن ولن وإذا. تقول إذا أكرمك لمن قال سأزورك. أزور فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بأداة نصب ولا بأداة جزم. إذا تنجح لمن قال سأتاك، ولكن أتى بكلمة إذا في أول الجملة، فإذا وبعدها مضارع، وإذا في أول الجملة والفعل بعدها في المستقبل، وإذا متصلة بالمضارع، ليس بين إذا والمضارع فاصل كالسين أو سوف أو قسم، فإن الجملة تكون ترتيبها ترتيبا طبيعيا، إذا ومضارع، إذا ومضارع منصوب، إذا مضارع منصوب علامة نصبه فتحة، وتنجح مضارع منصوب، إذا آت نصب، إذا آت نصب، وتنجح مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، إذا آت نصب، وتنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا تربح
لمن قال سأكون أمينا. نلاحظ أن إذن أتت في أول جملة، والفعل المضارع بعدها في المستقبل، ولم يفصل بين إذن والمضارع الفاصل، فتوفرت الشروط. فإذن تصدرت يعني جاءت في أول الجملة، والفعل بعدها متصل ومباشر، والفعل بعدها في المستقبل، فتوفرت الثلاثة شروط فيكون مضارعا منصوبا. إعراب الجملة، إذن أداة نصب تربح مضارع منصوب علامة نصب الفتحة، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذن من نواصب المضارع الذي معنا إذن، ولها شروط. وإذا رأيت أن إذن وبعدها مضارع منصوب فتكون إذن أداة نصب للمضارع. من أدوات النصب كلمة كي، كي وبعدها مضارع فتكون كي أداة نصب. إذن من نواصب المضارع أن ولن وإذن وكي. كي تفيد التعليم، تقول جئت كي أتعلم. تجد أن الأداة الناصبة كي، وأتعلم مضارع فتكون كي أداة نصب وأتعلم مضارع منصوب. جئت فعل مضارع، فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، وكي أداة نصب وأتعلم مضارع منصوب. إذن أدوات النصب أن ولن وكي وإذن، وحتى ولكن بعد ذلك. متى جاءت هذه الأدوات وجاء بعدها فعل مضارع فيكون مضارع منصوب، والذي نصبه هذه الأدوات. خرجت كي أتنزه، أداة النصب أين؟ كي. أين المضارع منصوب؟ أتنزه، والفعل أنا. أتعلم كي أخدم الوطن، لاحظنا أننا نقول أتعلم كي أخدم، لا أقول أخدمه أو أخدم بالجزم، ولكن إذا رأيت كي وبعدها مضارع فعليك أن تنصب هذا المضارع. أتعلم فعل مضارع، نعم. هل هناك أداة نصب؟ لا. أداة جزم؟ لا. فيكون الحكم الثالث أنه مضارع مرفوع. وكي أداة نصب، وأخدم مضارع منصوب، والفعل أنا، والوطن مفعول به. إذن المضارع ينصب، ولكن إذا سبقه أداة تنصبه وهي أن ولن وكي وإذن. ينصب المضارع إذا سبقه أداة نصب منها إذن وكي، وقبل ذلك أخذنا أن ولن. حينما نأتي إلى التدريب فيقول عين المضارع وعين أداة نصبه في الجملة الآتية. لن أهمل دروسي، أنا أبحث عن إذن كي أن ولن. أين هذه الأداة؟ تجد أنها لن. إذن أهمل مضارع منصوب، فأداة النصب لن والمضارع المنصوب أهمل. ذاكر كي تنجح، أين أداة النصب التي أخذناها؟ كي. أين المضارع المنصوب بعدها؟ تنجح، عليه فتحة مضارع منصوب. لا يجوز للإنسان أن يلوث الماء، أين أداة النصب في المثال؟ تجد أنها أن وبعدها مضارع، فأن أداة النصب ويلوث مضارع منصوب. فالكلام بكل سهولة ويسر، أن المضارع ما دل على حدث في الحال ومستمر معنا. وإذا رأيت أداة من هذه الأدوات أن لن كي إذن، فيكون المضارع بعدها منصوبا، منصوبا بالفتحة، منصوبا بحذف النون، لكنه منصوب كما أخذنا، وإن شاء الله نكمل بعد ذلك في دروسنا. وصلى الله وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.